السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم في الوياسمين تي في. مرحبا بكاع الناس اللي متبعيني، كنقول لكم مرحبا بكم والف الف مرحبا. شكرا على الوفاء ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم اللي دائما مفرحيني بالتعاليق، والناس الجداد لاول مره كيشاهدوا القناه تتوما كنقول لكم مرحبا بكم، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالف خير وبصحه جيده. قناتي كيف ديما دائما كتقدم جديد الموضة، جديد القفطان، جديد اكسسوارات اكابيجو، ولكن اليوم غنفش عليكم قلبي واحد شوية ونخرجوا على القفطان والجلابة، وغادي ندخلوا في واحد يعني واحد موضوع اخر وغير شكل، نتمنى انكم تتوما تستافدوا منه. كنت ديجا الموضوع كيتعلق بالنصب، بزاف الناس كيتعرضوا للنصب، كاين اللي كدار بيهم وكاين اللي ما كدارش بيهم، وهاد النصب اللي تعرضت لي انا اليوم دارت بيا. اخر فيديو كنت حطيته النصب، تعرضت للنصب ولكن ما دارتش بيا، مي هاد المره دارت بيا. علاش دارت بيا؟ انا عارفه النصب، دائما دعيوتي كنقول يا ربي تبعد عليا ولاد الحرام وبنات الحرام، ديما هادي دعيوتي، ولكن دارت بيا. علاش؟ لان النصاب كان انسان قريب ليا بزاف، هذا هو الديفو اللي طحت فيه. لو ان النصاب كان بعيد عليا ما عمره ما غيديرها بيا، ولكن للاسف النصابه اللي دارتها بيا صاحبتي ديال 20 عام، اش من 20 عام، صاحبه ديال راه من الكطريه، يعني الصحبه صاحبتي وبنت جيراننا وعشرة عمر، ودوزنا الحارة والحلوة ودوزنا بزاف الحوايج، ولكن كتجي تلخر وكدير معايا الختام. انا كنثق فيها الثقة العمياء، وهي حتى هي ما بخلاتش عليا، وهذيك الثقه العمياء استغلتها ودات ليا رزقي. كيفاش؟ تبعوا معايا الفيديو، غنحاول ما نطولش عليكم، وحتى نتوما ردوا البال من اقرب الاقرباء ليكم، ردوا البال. تقدر تكون نصاب في الاخت، يقدر يكون في ولد العم، في ولد الخاله، في صاحبك، صاحبتك، يعني يقدر يكون الناس اللي قراب لك بزاف. واليوم صاحبتي شنقول لك، ربي كيشوف من هالمولاها، الا ضحكت عليا ودات لي هذا الرزق ديالي فربي راه غادي يجازيها وغادي يكافئها، لانني انا خليتها منها المولاها. نعاود لكم القصه. كنت انا يعني تقريبا بغيت ناخذ طوموبيله انا وراجلي، كل مره كنتعزلوا يعني مشينا دخلنا الافيتو، لقينا طوموبيلات الخاص وزوينين وباثمنه مناسبه، ولكن رغم ذلك ما تقنف حتى شي واحد. قلنا ايه راه غتبان لك الطوموبيله زوينه، يعني هذاك الشيء اللي طورناه جات الاخرى حصدتو لينا بالزربه، راه غادي بالتشبيع وتشري معاه وغيعطيك الطوموبيله لوز كما تيقولوا 5 5 لوكس، شي حاجه زوينه وبثمن خيالي، ولكن يقدر يبيع لنا مهرسه، يكون داير اكسيده، يعني حيت دابا ردوا البال اللي بغى يشري الطوموبيله يرد البال، ما يتقولبش كيف ما تقولبت انا. الوغ حتى كنوصلوا مع الناس ديال افيتو ولا الناس اللي ما كنعرفهمش وكيجيبوا لنا الطوموبيله، وكيكون تبارك الله الطوموبيله ها، ولكن كنقولوا لا 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 ما تعرفوهمش، يقدروا شي حاجه في ديك الطوموبيله، ما يمكنش يبيعوا هاد الطوموبيله وهي زوينه وبهذا الثمن، اكيد غادي يقولبونا. صافي اشنو درت انا وراجلي؟ قلت لي علاش غنديروا باش نخرجوا من باب واسع، نمشيو نشرو الطوموبيله دوبل في. صافي ما عندناش فلوس ديالها، بدينا كنجمعوا، تخيلوا تقريبا عامين وحنا كنجمعوا في هذيك الفلوس ديال الطوموبيله دوبل في، تقربناها باش غادي ناخذوا الطوموبيله دوبل في غير داسيا دايره 10 المليون، بقات ليا مليون، جمعنا 9 المليون، بقات مليون وغادا نمشي نشري الطوموبيله داسيا دوبل في. صاحبتي معاك كتكون معايا وانا عزيزه عليها، كل مره كتخرجني هي عند الطوموبيله كتقول لي اجي نمشيو نشوفوا هاد الطوموبيلات، اجي نشوفوا تقدر شي بروموسيون، كنمشي معاها وهي عارفه هاد القضيه وعارفاني انني جمعت الفلوس، وهي تجي تقول لي واش نقول لك، وانت يا صاحبتي غتمشي تشري الطوموبيله دوبل في تخسريها وتديري تقدري، المهم يعني علاش؟ قالت لي علاش ما تاخذيش الطوموبيل؟ قلت لها راه هاك الطوموبيله قديمه وطنوده، قلت لها انت راكي عارفه انا ما تقت في حتى شي واحد، راه واخا كيجيبوا لي الطوموبيلات ها، ولكن راه ما بغيتش نغامر اللي يقول بني هذا الواحد. وهي تقول لي ايوا صافي عرفتي اش غديري، ها هي انا طوموبيلتي باغا نشري طوموبيله جديده نبيع لك طوموبيلتي. تخيلوا صاحبتك كتقول لك غادي تبيع لك طوموبيلتها
وصاحبتك انت كتعرفيها وطوموبيلتها عارفه هي انت شارياها وزوينه وكتخرجي معاها فيها وكتبان لك الطوموبيله ها زوينه. قلت لها انت امينه انت يا شوفي انا ما نثيق في حتى شي واحد، ولكن انت صاحبتي غنثيق فيك، يعني انا ثيقه فيك. تخيلوا بعت لي الطوموبيله ما مشيت معاها لا فيزيت، ما ديتها جابت لي لا فيزيت ها هي كامله. وشوفوا فاش جابت لي لا فيزيت اش قالت لي، قالت لي شوفي ها هي لا فيزيت وعندها كي تضربي بها واحد الوقت وتجي تقولي لي حقه مهرسه حقه دايره حقه دايره. وانا ديجا سامعه ان الطوموبيل دايره بها كسيده قبل ما نشريها عندها. قلت لها شوفي راه ما عرفتش شكون اللي قال لي طوموبيلتك دايره كسيده، واش بصح طوموبيلتك دايره كسيده؟ قالت لي لا بالعمى. قلت لي ويلي وانت صاحبتي وعشره عمري وغادا نغشك، ويلي قداش قلتيها، انا راه ما شوفي انا راه طوموبيلتي شحال من واحد جا بغى يشريها من عندي كي ما بغيت نبيعها حتى شي واحد، لانك انت انا بغيتك انت تستافدي وديك الفلوس سيري خدي خديها بخمسة المليون من عندي انا، والفلوس اللي بقات سيري ديري بها شي مشروع ولا ديري بها شي بروجي. عجبتني الفكره، كلات ليا مخي، قلت صافي. وتا انا شنو ثقه فيها لان راه صاحبتي راه ما غاداش تبيع لي شي حاجه اللي ماشي هذا. شرينا الطوموبيله، جبنا الوراقي، قادت ليا كل شيء، ما تمحنت ما تعذبت، كنثيق فيها بحال اختي شريت من عندها. النهار الاول بعدا يالله ضرب بها واحد خمس ايام ها هو الباتري تكوانسا، مشى بدل ليها الباتري جديد. شويه ثاني ها هي هذيك اللي كدير لك السيرات تشور اصلا مكيولي لها سنان، مشى بدلهم راجلي بتقريبا بشي 20000 ولا ما عرفت كثر، شرى لها الباتري تا هو بزباله الفلوس. واحد المره وقعت بي اون بان، هذه الطوموبيله جديده باقا ما ضربتش عندنا شهر، تخيلوا شهر، شوفوا شحال من حاجه. قلنا ماشي مشكله، المهم الطوموبيله نقيه ماشي مشكله، الموتور ديالها نحيله دبر راسها صافي. تخيلوا ضربنا بها 6 شهور كل شهر كتخرج لنا فيها مصيبه، وبعد المصيبه الاولى باقين يلاه شريناها، باقين يلاه حطينا قدام باب الدار، جاو سكيريه مضاربين بالليل هرسوا لنا البارت بريز الاول والقدامي، هذه الاولى بعدا. تخيلوا النهار الاول ديالها حطينا حدا باب الدار تهرست، مشى بدل ليها البابريز جداد وما دايرش لها لاسيرونس، بدلهم ليها شوفي بزباله الفلوس باقيله بشي 20 لواحد ولا ما عرفتش شحال. ومن تما كل شهر كتمشي هذيك. تخيلوا ديك 6 شهور خسرنا فيها شي مليون ونص، حتى غتجي الطامه الكبرى بعدا قبل ما تكمل 6 شهور راجلي غادي ما بيه ما عليه في الطوموبيله تفرقعت بيه، جاب الله راجلي ما كيسوقش بزاف، وعاد باش من اللي يلاه كيسوق بالطوموبيل كتسمعوا الطوموبيل كتفدفز. قلنا لها راه الطوموبيل كتفدفد، قالت لك عادي. تخيلوا تفرقعوا به البنوات وحفظوا الله، جاب الله في لوطوروت غادي ب 80. المهم في هذاك ملي دينا عند الميكانيزم اشنو قال لنا ما عرفش، قال لنا راه دايره البنوات ديال الثلج، ونورمالمون كانت في الساعه الصاد خاصها دير البنوات ديال لوطوروت وهادي وهادي. بدلنا لها ثاني دوك البنوات بشي 40000 ولا 50000 جداد، ماشي مش كنقولوا نخسر، راه خديناها قديمه ماشي مشكله، وراه صاحبتي ما غتغشنيش راه بايعه ليا طوموبيله زوينه. رغم هادشي كلشي هاد المصاريف اللي خسرنا عليها، وديما انا ثقه في هذيك الانسانه راها صديقه عمري راه ما تغشنيش. عادي الخسران راه في اي طوموبيله كتشريها جديده كيكون لك الخسران. تخيلوا معايا الطامه الكبرى والصدمه الكبرى اشنا هي الطامه الكبرى. وصلت لها 6 شهور خاصها لا فيزيت، عيطت عليها قلت لها وريني عند من ندير لا فيزيت، قالت لي سيري عند فلان فلاني. كل ساعه تعيط لي واش درتي لا فيزيت واش درتي لا فيزيت. مشينا عند داك السيد اللي عيطت لينا اصلا ما لقيناش، مشى داها راجلي عند اي واحد. تخيلوا الصدمه الكبرى، داها لا فيزيت اشنو قال لي؟ قال لي السيد قال لي هذه ما تدوش ديزاج فلا، علاش؟ هذه مهرسه طوموبيله دايره كسيده ومقسومه من الوسط. اللي خفت منه هذه عامين وانا كنقلب، تخيلوا معايا اللي خفت منه عامين وانا نقلب وانا خايفه للدار بيا، وانا جات صاحبتي في 5 دقائق دورت لي مخي، باعت لي طوموبيله مقسومه من الوسط دايره بها كسيده، وقالت ربي والقبله ما كاينش هاد الهضره. ملي عيطت لها قلت لها فلانه راه الطوموبيله دايره كسيده
نكرتني وقالت لي ما يمكنش وانت ما مزياناش، وقلبت لي الفيس على وجهي، وفين كنتي هذه 6 شهور؟ ويلا قلت لها 6 شهور انا مشي لا لا فيزيت جبتيه لي انتيا، لا فيزيت درتو انا، انت اللي درتي لا فيزيت وجبتيه لي، ما مشيتش معاك ملي انتيا ما فيك لا خواض لا والو، وانت صاحبتي وعشيرتي، قولي يلا يديري لا فيزيت الوقت والزمان، ماشي تجيبي لي ورقه وتقولي هاكي لا فيزيت الوقت والزمان عندكي. انا نقول لك واحد الحاجه، ونتمنى تكوني كتفرجي في هذا الفيديو، ما نسمحش لك لانك ضيعتينا في رزقنا، لانك غششتينا، والله ياخذ الحق في الظالم. نقول لك حتى شي حاجه وراك شتيني، ما قلت لك والو، انا هضرت معاها وتواصلت معاها وقلت لها هاكين وهاكين، وهي تقول لي رجعي لي طوموبيلتي، قلت لها لا يعني انا باقا ديك النيه ان انا صاحبتي وعشره عمري، قالت لي رجعي لي الطوموبيل، قلت لها لا ما نرجعش لك الطوموبيل صاحبتي، انت يا صاحبتي ما نبغيكش تضيعي، بعتيها واللي كان كان شويه. وهي تقول لي لا لا غير رجعيها، انا ماشي مشكله انا نعطيك الفلوس في الطبله، غير يا ما نعطيكش 5 المليون غادي نعطيك 4 المليون. قلت لها هكا ما كنتش وانا قادره نبيعها، بعد اول حاجه هذيك الطوموبيله اللي بغيتي تبيعيها، بعد اول حاجه ان الكسيده اللي طرات وتبومبات براج لانها مقسومه، هيبقى ديما داك الديكالاج. يعني انت من اللي بعتي لي ديك الطوموبيله وعارفه في هذه المشكله بغيتي تقتليني انا وراجلي، تخيلوا كون كنا راكبين ولحسن الحظ كنا غنمشيو للعروبيه وحبستني اختي، قالت لي ندير واحد العمل نخدم لها واحد الخدمه، وصدقنا ما غاديش، وفي هذاك الوقت تفرقعت الطوموبيله. تخيل كون كان راجلي سايق في لوطوروت بالجهد وحنا غاديين معاه وكنا متنا، هادشي اللي بغيتي ليا صاحبتي، بغيتي ليا الموت، بعتي ليا الموت، باعت ليا الطوموبيله مقسومه من النص، في اي لحظه دير كسيده، في اي لحظه يتبوم باو الرويد ونموت، تدي ذنب، تدي ذنب حشومه وعيب وعار، عار. لا كانت الصحبه بحال هكا الله يخليها صحبه، الله يخليها صحبه. انا من هذا المنبر كنقولها، ما بقات ثقه في الصحابات، ملي صاحبتك ديال عمرك ديال 30 عام، ملي كنا عندنا 15 عام وحنا مع بعضياتنا حتى ولا في عمرنا 43 عام، وتجي تبيع لك طوموبيله تنهي لك تصفيها لك، حشومه وعيب. والطامه الكبرى في الاول ملي قلتها لها قالت لي صافي صافي جيبيها نبيعها ماشي مشكله انا بيعاها، وقلت لا وحشومه. وملي شيت عاوتاني مشيت عند ميكانيسيان قال لي شوفوا هاد الطوموبيله اي واحد بغيتو تبيعوها لي خصكم تعلموه، لان هاد الشيء صعيب تبيعوها لشي واحد وما تقولوش ليها كاين وهاكين، راه ضد الذنوب والتقليد. فكرت مزيان قلت اللهم 4 مليون ترجع عليا صاحبتي ولا ما كاين والو. وانا نعيط لها قلت لها المهم صافي انا ما كنتش بغيت نبيعها لك، ولكن هذه ما قال لينا ما تزيدوش، ما تزيدوش بها نتوما وما يزيد بها حتى شي واحد، يعني افير خاسر. هاد اصلا هاد الطوموبيله ايه موتورها زوين وهي نحيله وزوينه، ولكن راه الدقه لداخل مدفونه ما غيعرفها تتصفيها لشي واحد. عرفتي اش قالت لي؟ في الاول كانت كتقول لي غنعطيك الفلوس ونعطيها لك وتعير فيا، ملي وقفت على الصح قالت لي جيبيها تنبيعها وديك الساعه نعطيك الفلوس. تتبيعيها عاد باش تعطيني الفلوس؟ كليتيني في رزقي، ديتي لي 5 المليون، وخسرنا الزبابلت على الطوموبيل، وعاد كانت غدي لينا عمرنا ومن الفوق كتنفخي وكتزيدي. خليت لك الله، خليت لك الله، كنقولها لك خليت لك الله، لانك شمتيني وشمتني اقرب الاقرباء. عاد باش مشينا دينا عند داك المعلم قلنا ليه هاكين وهاكين وهاكين، عاد باش خداها من عندنا، ولكن حملناه المسؤوليه، درناها في الاول في افيتو ما غاديش نكذب، وعيط لينا راجل وقال لينا بغيتها، وقلنا ليه هاد الديفو اللي فيها. عرفتي داك الراجل شحال بقى كيدعى مع راجل كيقول لي سير الله يرحم لك الوالدين، سير الله يعطيك الصحه، سير بغيت عمرك ما تخيب، لانك ماشي غششتيني. يعني هاد الطوموبيله اللي غيشد بها لوطوروس غيعرف انه غتمشي ليه عمره، مازال تسوقي بها في لونتوغاج ديالك اه، اما تشدي بها الطريق وترفعي السرعه، الكيليبغ ديال بنوه طالعه وهذاك الهرسه من النص كتخلي ان بنوه طالعه وبنوه هابطه، كتحك البنوه الاخرى ما كدير صافي كتفرقع كتبومبا كتبومبا. هادشي اللي كاين، ردوا البال ردوا البال ردوا البال، خصوصا من الصحابات. وكنقول لهاد الصحبه اللي غدراتني تحيه، وكيف ما تنقولوا العشره والماكله اللي تشري اللي تشاركناها راها كتخرج في الغدار. فشكرا على المتابعه، وردوا بالكم من نصابين راهم غير هما.